تفاصيل النشر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك. وخلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية، أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا للتصدي لتداعيات سلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وخلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية، أشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تشيزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها، سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وخلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل.
أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزاز وتقدير مصر حيال تطور العلاقات مع فرنسا التي وصلت خلال السنوات الماضية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية على أسس العلاقات التاريخية، وعقب مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في قصر التحرير. صرح شكري بأن المحادثات شهدت توافقا في مختلف القضايا وتطرقت إلى الكوارث الإنسانية الأخيرة في ليبيا والمغرب، بالإضافة إلى الأزمات في عدد من البلدان الإفريقية. من جانبها أعربت كولونا عن تقديرها للقاء الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مصر من الدول الصديقة الهامة في المنطقة بالنسبة إلى فرنسا وأوروبا بأكملها. تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي كان واحدا من موضوعات المؤتمر الصحفي لوزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، حيث أكد الجانبان تعاونهما لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. مصر من إذا لم تكن أكبر مستورد للأقماح وللذرة في العالم، نحن نستورد 10 مليون طن من القمح والذرة، وكان نعتمد اعتماد كبير بالنسبة للسلعتين على أوكرانيا وروسيا في ذات الوقت، بالإضافة إلى زيوت الطعام ومواد غذائية أخرى كنا نعتمد فيها بالأساس على أوكرانيا. بالتأكيد أن احتياجات الشعب المصري لابد أن يتم توفيرها من أي مصدر متاح، ونشكر فرنسا على ما وفرته من أيضا شحنات من القمح، ونحن نتعامل في سوق تجاري ويتم التعاقد وفقا للأسعار العالمية. ويعني حتى الآن لا أستطيع أن أقول أننا حظينا بأي معاملات تفضيلية من أي جهة، ولكن بالتأكيد لابد من إيجاد الاحتياجات الشعب المصري. هناك النتائج السلبية على كل دول العالم لحرب العدوان هذه التي شنتها روسيا، هذه النتائج نشعر بها جميعا، ارتفاع الأسعار، صعوبات في واردات الطاقة، تقلب أسعار الطاقة، انعدام الأمن الغذائي، وبلدكم يعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي. معالي الوزير، نحن والاتحاد الأوروبي كنا حاضرين وكنا إلى جانبكم لتوفير السلع التي تحتاجون إليها. لقد ضعفنا على سبيل المثال صادراتنا من القمح، وبدأنا مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج لتجديد أهراءات تخزين القمح لتحسين الوضع، ولكن أعتقد أنه علينا أن نؤكد على أن مصلحتنا نحن الاثنين أن نطلب من روسيا أن توقف هذه الحرب. وخلال المؤتمر تأتي إشادة الجانب الفرنسي بالحوار الوطني في مصر وحرية التعبير التي تشهدها مصر حاليا. علنا أود أن أحيي الخطوات التي قامت بها مصر عن طريق الاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني، وكما قلتم معالي الوزير هذه فضاءات أولى للحوار، ومن شأنها أن تسمح بتطوير ممارسات تسمح لكم بالتقدم، وأعرف أن الدرب طويل. وفيما له صلة بالشأن السوداني، أكد شكري دعم مصر للمسار السياسي مع ضرورة الابتعاد عن الحل العسكري. إطلاق الحوار الوطني كافة مكونات الشعب السوداني، المكون المدني وبقية الأطراف السياسية، الوضع خريطة طريق للمستقبل تؤدي إلى استقرار السودان وتؤدي إلى حكم دستوري يخرج السودان من أزمته الراهنة. وكان الوزيران قد عقدا لقاء ثنائيا أعقبه لقاء لوفدي البلدين، أعرب فيه شكري عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، فيما أعلنت كولونا رغبتها في المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير. وتناول الجانبان كذلك أفاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والثقافة والسياحة. وتأتي هذه الزيارة وبحسب الخبراء لتكتب صفحة جديدة في سجل العلاقات المصرية الفرنسية، وتؤكد أهمية الدور المصري في منطقة أصبحت الأزمات سمتها الرئيسة. شريف رضوان للتلفزيون المصري.
نفذت القوات المشاركة بتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أحد الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي. وتنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي. ظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية.
حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين. دعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة خلال اجتماعهم الأسبوعي للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وخلال الاجتماع ثمن المجلس الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا. كما أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 100,000 جنيه لأسر كل متوفى. وأضاف مدبولي أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسية والجامعية لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024 إلى جانب تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا. كذلك سيتم صرف 25,000 جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين في ليبيا. خلال استقبالهم قوافل المساعدات المصرية فور دخولها الأراضي الليبية، أشاد المواطنون الليبيون بدور مصر في رفع المعاناة عن متضرري إعصار دانيال الذي ضرب الشرق الليبي خلال الأيام الماضية، مقدمين الشكر لمصر قيادة وشعبا على جهودها في مساندة أشقائها العرب في محنتهم. الحمد لله على السلامة. هلا رجالة، هلا اخوتنا المصريين جايين لأهلنا في دارنا. حيا الله حيا الله سيسي، والله عاشت مصر. نعم. وسيسي فيها يبني فيها نزل بقالة بانيها. تجدد الأمل في قلب هذا العجوز الليبي وأهالي درنا بعد أن رأوا بأعينهم جسر المساعدات المصرية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسر تتدفق عليه مركبات وشاحنات تحمل معدات الإغاثة مسرعة لإنقاذ الأشقاء الليبيين في المناطق المنكوبة بسبب تداعيات إعصار دانيال. الله أكبر الله أكبر. هذا مصر حرة أبية. تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي. الله أكبر. قائد أعمار مصر وموحد أمة العربية. الله أكبر. الوصيلة اسم يقترن عند الليبيين بالخير بين الأشقاء، أطلق أيضا على قوافل المساعدات المصرية إلى درنا. هذه المركبات المصرية وحدت أيادي الليبيين خلفها من أجل إنقاذ أشقائهم والخروج من محنتهم، وكانت التكبيرات تعبيرا عن الامتنان لمساندة الشقيق لشقيقه في وقت المحنة. جعلك الله من الواصلين يا سيسي. جعلك الله من الواصلين. وصلت الأمة وزرعتنا الأمل. حفظك الله قيادة وشعب يا مصر. حفظك الله قيادة وشعب يا مصر. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. فرحة من قلب المحنة أزاحت من قلوب الأشقاء ستائر الحزن على مفقوديهم وديارهم، وارتفعت معنوياتهم بعد يقين وقر في صدورهم بأن مصر الكبيرة لا تنتظر النداء لمساعدة أشقائها في الشدائد. نعم. تحياتي يا اخواتنا الشقاء المصريين على المجهود المبذول دعم اخوتنا في دارنا. بارك الله فيهم. مصر من يوم في الساعة ارض الكنانة. تحياتي عبد الفتاح السيسي. الله اكبر. تحياتنا للجيش المصري والقيادة المصرية. بارك الله فيهم على معاونتنا ومساعدتنا في النكبة اللي صارت في دارنا. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. شيوخ وأطفال ورجال تجمعوا لاستقبال قوافل المساعدات المصرية فور دخولها للأراضي الليبية، مؤكدين أن مصر ستبقى ذراع الدعم والمساندة لأشقائها أبد الدهر. محمد شلأمي، التلفزيون المصري. السلامة.
وجه رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح الشكر لكافة الدول الصديقة والشقيقة على مساعدتها لليبيا في ظل الظروف العصيبة. وأكد عقيل صالح خلال اجتماع مجلس النواب الليبي لمناقشة تداعيات إعصار دانيال، أكد أن ما حل بمدينة درنا فاجعة كبرى، داعيا الليبيين للتحلي بالصبر في مواجهة تلك الكارثة الإنسانية. وطالب رئيس البرلمان الليبي الحكومة بإعادة الوضع إلى طبيعته في وقت لا يتجاوز 6 أشهر، والعمل على مواجهة الكارثة التي خلفها إعصار دانيال والفيضانات المدمرة. كما دعا صالح إلى تأمين وصول المساعدات فورا للمتضررين. توجه المتحدث باسم مجلس النواب الليبي من جانبه بالشكر إلى مصر لمساندتها ليبيا في محنتها. وفي مؤتمر صحفي أعلن المتحدث عن تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة، وأشار إلى أن المجلس دعا القضاء للتحقيق بكارثة الفيضانات. دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وآثار الإعصار الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب الليبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجامعة العربية للإعلان عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية. دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وآثار الإعصار الذي راح ضحيته الآلاف. المملكة المغربية من خلال الزلزال المدمر اللي شهدته، وأيضا دولة ليبيا من خلال العاصفة الكبيرة التي دمرت العديد من المناطق أيضا في ليبيا. وكانت الأمانة العامة أحبت أيضا، طبعا هذا عقد بالتعاون مع اتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي، وكان من المهم أيضا أن تشير جامعة الدول العربية إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها ليس فقط لهذه الدول إنما أي دول تحتاجها. وفي ذلك الإطار عقد مؤتمر صحفي بين الجامعة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في خطوة أشادت فيها الجامعة بدور المنظمات العربية والدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة وإسهاماتهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والمنكوبين. المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر من خلال أعضاء الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية قامت بجهود كبيرة جدا وقدمت يد العون إلى الأشقاء في كل من ليبيا والمغرب ولمساندة جمعية الهلال الأحمر المغربي والليبي. كانت الجامعة العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب قد قدمت مساعدات صحية عاجلة إلى كل من تونس والصومال وجمهورية القمر ولبنان واليمن للحد من آثار الكوارث. يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على دعم الجامعة العربية للأشقاء العرب في أزماتهم من خلال القوافي الإنسانية والقوافي الطبية، والتأكيد على وقوفهم بجانب الأشقاء العرب. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة 20 بنيودلهي. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أوضح مدبولي أن الرئيس أكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لمجابهة تغير المناخ، كذلك دور مجموعة 20 لتطوير مؤسسات التمويل الدولية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد خطة مواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء، مؤكدة ضرورة تكثيف جهود الحد من الحرق المكشوف للمخلفات. من جانبها استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر 6 مراكز في تحسين أو تحسن أدائها في المؤشر.
يواصل الحوار الوطني عقد جلسة تخصصية مغلقة حول قانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لبلورة مقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية. وصرح النائب محمد صبري عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل الوطن لمراسل أخبار مصر بأن الجلسة توافقت على بعض التعديلات الضرورية سعيا لمواكبة التغيرات التي حدثت على المجتمع المصري بهدف تقوية الوضع الحزبي في البلاد. وفي مسألة لجنة شؤون الأحزاب تم التوافق على وجود أمانة فنية للمساعدة في أعمال اللجنة وإنشاء موازنة مستقلة لها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد الجلسة بالأكاديمية الوطنية للتدريب الزميل محمد جمال مراسل أخبار مصر. محمد، ضعنا إذن معك في أهم المقترحات التي شهدتها جلسة الحوار الوطني متعلقة بقانون الأحزاب السياسية. حتى الآن هذه هي الجلسة الخامسة بعد 4 جلسات سبقت هذه الجلسة تحدثت في هذا الشأن، وتستمر الجلسة حتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن لما يبعد عن 5 ساعات. توافق جميع المتحاورين هنا على أن التعددية الحزبية ووجود أكثر من 100 حزب سياسي في مصر هو ظاهرة صحية، ولكن هذه التعددية بحاجة إلى بعض التعديلات التي تضمن أن تكون هذه الأحزاب أقوى في الفترة القادمة. أضيف إلى ما تم التوافق عليه وذكرته وأنت في الخبر أنه تم التوافق على في مسألة دعم الأحزاب من الناحية المادية والإعلامية أن يكون للأشخاص الحقيقيين وليس الاعتباريين فقط الحق في التبرع للأحزاب، ولكن بشرط أن يكون الشخص المتبرع للحزب شخص مصري خالص ليس أجنبي ولا شركة متعددة الجنسيات، وألا تزيد قيمة التبرع عن 10%. وهذا أيضا أضيف إلى المقترحات التي تم التوافق عليها بحيث يكون التبرع يخصم من نسبة الضرائب لهذا المتبرع. ما لم يتم التوافق عليه هو مسألة ضرورة أن يكون للحزب 500 مواطن لتكوين حزب ما. بعض الأحزاب قالت أن هذا العدد لابد وأن يزيد وفقا لزيادة عدد السكان في مصر بشكل مضطرد في الفترة الأخيرة. أحزاب أخرى معارضة أن هذا العدد يجب أن يقل في أن تحصل من يريد أن يشكل حزب ما على حزب معين. بشأن لجنة شؤون الأحزاب قيل أنها سوف يتم تشكيل لجنة فنية لمساعدتها على أداء مهامها والتي تتعلق في تشكيل الأحزاب ومراقبتها. نعم محمد. وحلها إذا ما اعترضت على أو لم تتوافق مع مجريات القائد. نعم محمد جمال مراسل أخبار مصر من مقر انعقاد جلسة الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك. ميزانية طارئة لإغاثة المناطق المنكوبة جراء الإعصار، ويشكر مصر على جهودها لمساندة ليبيا في محنتها. كل تحية في أمان الله. وعلى مسبيرو دوت إي جي المزيد من الأخبار والتفاصيل. إلى اللقاء.